هل ممكن نبدأ يومنا بحاجة بسيطة تخلي حالتنا النفسية طول اليوم في القمة؟ هي حاجة بسيطة جدا، مش هتكلفك أي حاجة ولا هتاخد حتى منك مجهود ولا حتى هتكلفك وقت. ممكن تعملها بمنتهى البساطة وهتخلي مودك طول اليوم مختلف تماما. حاجة صغيرة جدا تعملها لأي شخص انت تعرفه تخليه يبدأ يومه وهو سعيد ومتفائل. لو شخص انت عادة بتقابله كل يوم فهتكون عبارة عن جملة بتقولها له في بداية يومه، أو لو حد تاني مش بتشوفه كل يوم فممكن تبعت له رسالة أول ما يصحى من النوم يشوفها، والنتيجة بتكون بالشكل ده. أي حاجة عايز تحصل عليها في حياتك فكر قبل ما تحصل عليها إن انت تديها للناس اللي انت تعرفه. بمجرد ما تدي هتلاقي الحاجة دي بتترد لك أضعاف من غير ما تحس. أنا اخترت يوسف يكون الشخص اللي هغير موده النهارده. يوسف بيقدم محتوى على التيك توك بيتكلم عن اغرب الاشياء اللي موجوده في العالم. وهي لما بتقلب نفسها ما بتعرفش ترجع لوضعها الطبيعي تاني. المحتوى بتاعه قيم جدا وعجبني جدا لما اتفرجت عليه، فقررت ان هو يكون الشخص اللي انا هغير موده النهارده. بعت رساله ليوسف وقلت له قد ايه المحتوى اللي هو بيقدمه مفيد وجميل وقد ايه ان اداؤه كمان جميل، وده على فكره مش نفاق، المحتوى بتاعه فعلا كويس جدا. واهتميت ان الرساله توصل يوسف اول ما يصحى من النوم، عشان كده اضطريت ان انا اصحى بدري وابعت الرساله اول ما اصحى من النوم. انا ما بقولكش على كميه التفاؤل اللي انا خدتها اصلا من الكلام دوت، يعني ده والله العظيم اتبسطت جدا من الرسائل ديت، خصوصا كمان ان انا لسه صاحي لان انا كنت تعبان بالليل ومعرفش انام ولسه صاحي، فصحيت على الرسائل ديت ودي اول رساله صحيت عليها، فموضوع حلو جدا. يعني فكره ان انت تغير مود شخص او تخليه يبدا يومه وهو مبسوط وسعيد وعنده طاقه وامل وعنده دافع لانه يشتغل اكتر وينجز اكتر، الطاقه دي كلها تلقائيا وانت بتديها هي بترجع لك اضعاف مضاعفه. الانسان بطبيعته بيقدر نفسه جدا لما يحس ان هو ليه دور فعال في الحياه، واعظم وافضل دور ممكن تأديه ان انت تكون سبب في انك تساعد انسان او انك تكون سبب في سعادة انسان. الموضوع ده بالظبط عامل زي الاب اللي بيحضن اولاده عشان فاكر ان هم اللي محتاجين لحضنه، في حين انه بعد ما بيكبر شوية في السن وبيبدأ يفكر في الموضوع بيلاقي نفسه هو اللي كان بيبقى محتاج لحضنهم، وان حضنهم ده هو اللي كان بيديله طاقة مش العكس اللي بيحصل. دي من الحاجات اللي بتحسسك بالسعادة وبتحسسك بقيمتك حتى لو ما جالكش رد مباشر عليها. الموضوع ده أثره على حالتك النفسية هيكون أعلى بكتير جدا مما أنت تتخيل. عشان كده عايزك تجرب اختار شخص من الناس اللي حواليك اللي أنت بتحبهم جدا وخليك سبب في أنه يبتدي يومه بكرة وهو في قمة السعادة وعنده طاقة وأمل جديد في الحياة، وشوف أثر ده عليك أنت قبل منه هيكون عامل إزاي.